السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة اي اس تي في. معكم ام مريم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كما راكم تشوفوا فوق هذه الطاولة هذه الهدية وصلتني، خرجت وجيت، كنت معروضة العقيقة تاع بنت جارتي، ان شاء الله تربيها بالصحة والهنا. كيف دخلت للدار صبت هذه الهدية وشوفوا شكون دارها لي، الابن تاعي الصغير كامل. تقولي فرحتني بالبزاف، هاد المشتريات كنت متمنية نشريهم مع المشتريات اللي وريت لكم المرة الأولانية، ما قدرتش نشريهم، دارهم في بالو خرج وجا جابهم لي. كنت حابة هاد السيرفيس علاش؟ باسكو كاين دي فوا ضياف يجوني نحط لهم كيسان تاع عناية كبار تاع لي سيرفيس، يقولوا لي بزاف ما يقدروش يكملوا هذاك الطاس تاع الحليب، يحبوا حاجة صغيرة. درتهم في بالي وحبيت نشريهم هامليك، وهم انتو عجبوني هاد لي سوطاس تاعهم. علاه قلت ديفو هكذا كي نخدم معكم دي فيديو نقدر نديرهم للتقديم، هاهم نحط فيهم اشياء هكذا ونقدمهم. عجبني بزاف هاد السيرفيس وهو هداهولي. هذاك الوقت كنت مانيش قادره نشري باسكو كانوا مستلزمات واحد اخرين، هو دارو في بالو وجابهم لي. ربي يحفظو ان شاء الله. كاين تاني هاد زوج قرانص، علاش حبيتهم؟ خاطرش ملاح بالبزاف، يسربو إما القهوة حليب ولا لاتاي. قهوة حليب كي يكونوا عندك ضياف برك كيما دوق هكذايا هادوك الفناجل، نقدر نزيد معاهم هادو ما غير قهوة حليب مع السكريات تاوعهم هامليك لهنايا. كيما تقدري كي تكون عندك مناسبة كبيرة بالبزاف تقدري تسربي فيهم لاتاي وتحطي تانيك السكريات هادوما. هاملك السكريات تاعهم كيفاه يجو، كاين على اشكال وانواع، كاين قلوبة وكاين تانيك شكل وردة. وجاب لي يعني الحاجة اللي درتها في خاطري، جاب زوج انواع هاي ليك، كاين هادية وعندهم تانيك المغرفات تاعهم يجيو لهنايا شابين بزاف دايما من السهرة في رمضان هكذا للسهرة تاع رمضان مع لاتاي. كي تحطيهم هكذا فوق الطابله يجيو بخير من طابل تانيك. وهاد الطاس علاه تمنيت هنايا وحبيت نشريه، كاين هادوك الكيسان اللي شريتهم بالسيبر اللي قلت لكم 50000، هادوك حبيت لهم، حبيت نزيد لهم الطاس تاعهم هكذا تاني كي نسربيهم دايما، ولا هكذا قهوه حليب هكذا في رمضان ولا نزيد معاهم هاد الطاس تاعهم. وهذا زادو لي هديه برك القلب اللوز ولا القطايف ولا هكذا باش نبريزونتي فيه ولا نقدم فيه هكذا فوق الطابله تاعي. كانت هذه هي الهديه اللي وصلتني وفرحتني بالبزاف هاد الهديه. ربي ان شاء الله يحفظو ويحفظ لكم كامل ولادكم نتوما تاليك ويفرحوكم كيما فرحني انا اليوم وليدي. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.